السلام عليكم يا شباب، شكرا لكم، معكم أمير. تذكرون مقاطع سابقة رويتكم محلول مالتي اللي كان يعني متجمد بشكل خرافي، بس هنالكم حاجة. شوفوا ما شاء الله، شنو هذا؟ شوف هذا كله عبارة عن ملح أملاح. شوف 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 يا عيني شلون صاير قشطة. زق بصبعي شاب، هذا المحلول ماتي على تركيزه، حرامات صار سيرجع اضيف لنا ماي حتى يقل التركيز مالته. ان شاء الله كملكم من هاي الهستوريات. احنا عندنا محلول ثاني ما دراكم اياه، هذا جمد، ها هي رجع لاصله شوي. خلي اجيب شيء اقدر ارسم عليه حرفيا. اسمع لي وجه، ايش اقدر ارسم عليه؟ ما تقدرون تشوفوا زين، انا اسف كاميرتي مو زينه، ان شاء الله اشتري موبايل جديد واسوي كاميرا زينه.